الفرصه اللي عطاتني لنا في المعرض هي فرصه حسنه الحمد لله، لان غنبينوا المنتوج ديالنا، لانه بعد الجائحه ديال كورونا كانت الامور توقفات وما كانش واحد المردوديه، ونورمالمون جا هذا المعرض الحمد لله في هذه الفتره هذه وسورتو مع راس العام باش كومسا يعطينا واحد الدعم شويه، لان حتى حنا نخرجوا المنتوج ديالنا ونزيدوا للقدام. تنتمناو ان هذا المعرض يكون بادرة خير علينا من بعد هذيك الجائحة، ويكون واحد الرواج فيه ونعطيو من بعد الافضل. كان كيعيش واحد الركود بزاف، ما كانش كاع المردودية، ما كانش نورمالمون في هذيك الفترة اللي من مور كاع ما تحلت كورونا كنا كنحاولوا اننا ننتجوا، كنخليوا المنتوج ديالنا عندنا حيت باش ما نبقوش جالسين. المهم الواحد كيحاول يدير شي حاجة جديدة اللي يبان فيها في السوق، وكانت ركود. دابا هذا المعرض صبغي هو اللي جا في هذه الفتره هذه، كنتمنى يكون واحد النتيجه ايجابيه ان شاء الله. هو جينا حنا لهذا المعرض ديال جهاز سوس ماسا، تنشكروا الناس ديال الجهه اللي عيطوا لنا لهذا المعرض باش نعرضوا السلعه ديالنا ونستقبلوا الزوار والكليان ديالنا باش ندوزوا في هذا راس السنه ان شاء الله. معرض زين ومنظم، تنشكروا الناس المتنظمين لهذا المعرض هذا، وتنشكروا جميع الصناع والصانعات. بالنسبه لهذه الفتره دابا اللي فاش داروا هذا المعرض، هذا المعرض زين في هذه الفتره هذه حيت راس السنه هذا، وغادي يخرجوا الناس وغادي يجوا الزوار، غادي يجوا تليان من برا، كاينين فرنسا، الالمان، الطاليان، كل شيء كاين هنايا، كيدوزوا من هنايا. وتنشكروا الناس اللي داروا في هذه الوقيته، هذه الوقيته مزيان فيها. الحمد لله هذه البادره فعلا راه في هذه السنوات الاخرانيه دايزين في ظروف يعني لا بالنسبه للنحل، يعني فقدان ديال الخلايا ديال النحل، زائد الطريقه ديال التسويق كاين اشكاليه اكراهات اللي كاينين راه كتعرفها البلاد. ونتمنى ان شاء الله هذه البادره تكون قيمه وتعطي الثمار ديالها ويستافدوا منها كتعاونيات جميع الفاعلين ان شاء الله، كنشكرهم بزاف على هذه البادره. ايوا حنا ديما مشاركين مع هاد الناس هادو، كنجيبوا المنتوج ديالنا كنعرضوه على الناس باش يعرفوه. كاين بزاف ديال الناس اللي ما عرف هاد المهنه هادي، اللي وقف عندنا لا من الكوار ولا من العرب، كنشرحوا ليه كيفاش كتخدم البلغات، كتخدم الصندالات، كيفاش البدو ديال العام اللي كيكون الجلد خانس، كيتغسل، كيتنقى، كيتحيد منه الزغاب، عاد كتفصل ديك ساعته وتفصل فيه الشكل اللي بغيتي وخيط، وهكا داير الحرفه ديال الصانع اللي كيخدم بيديه.